سؤالي، هل الاتهامات اللي كان البعض او الشائعات اللي كان البعض بيوجهها للملك فاروق بانه يحب النساء، يعيش حياته دائما في النزوات والشهوات والنساء والخمور، هل هي صورة حقيقية ولا صورة مزيفة؟ اتهامات حقيقية ولا اتهامات مزيفة؟ شفت عم اقول لك انا عمري ما شفت الملك فاروق بيلمس نقطة خمرة، حتى لما كنت بخرج معاه واروح العزايم. ساعات انا كنت بشرب شوية شامبانيا وهو ما كانش بيفتح بقه معايا، عشان انا كنت ممكن اشرب، لكن هو عمره ما شرب. تاني حاجة كنت لازم اقولها لك، فرضنا ان هو خاني مع واحدة تانية، انا برضو مراته. ما تنساش ان كان في ستات كتير كانوا بيحوموا حوالين فاروق، اذا حتى لو خاني مع ست تانية انا كنت بسامحه على طول، لان انا كنت عيلة صغيرة. عندك رحابة الصدر يعني انه الملك فاروق يمكن ان يخونك مع النساء، وتقولي انه كل الرجال تفعل ذلك؟ انا ما قلتش انه كان بيخوني مع ستات تانيين، انا قلت انه احتمال انه كان بيخوني مع ستات تانيين. عزيزي بيتهيألي انه كان عنده العيب ده. بالفعل الملكة فريدة، أنا فاكرة لما كنا في باريس قالت لي خلي بالك في أوقات هيخونك فيها، لكن أنت ما تزعليش منه لأنها جزء من شخصيته وتصرفاته. وعلى إثر الكلام ده أنا اتبعت نصيحة الملكة فريدة، وعمري في حياتي ما اتضايقت.